أعزائي طلاب طلبات دبلوم المدارس الثانوية الصناعية تخصص الإلكترونيات، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات مادة النظم الإلكترونية. كنا اتكلمنا في الحلقة السابقة على الميكروفونات، وشرحنا أنواع الميكروفونات، وقلنا إحنا عندنا 5 أنواع من الميكروفونات: ميكروفون الكربوني، الميكروفون الديناميكي، والميكروفون الساعوي، والميكروفون الشريطي، والميكروفون البلوري. وعرفنا فايدة الميكروفون. الميكروفون دي فايدة والغرض منه أو وظيفته هو تحويل الإشارة الصوتية إلى إشارة كهربية. والميكروفون موجود في أول مراحل محطات الإرسال الإذاعي. طيب، هنتكلم النهاردة على جزء تاني هيحول لي الإشارة الكهربية اللي أنا بعتها عن طريق الميكروفون ده إلى إشارة صوتية مسموعة. الجزء ده اللي هو مين؟ اللي هو السماعات. السماعة دي موجودة في جهاز الاستقبال، والميكروفون في جهاز الإرسال. وظيفة السماعة إيه؟ احنا عرفنا الميكروفون بيحول الصوت لإشارة كهربية. خلاص، حولنا الصوت لإشارة كهربية، وزي ما شفنا في دوائر الإرسال بتاعت الاي ام والاف ام اتكبرت الإشارة الكهربية، وعملنا عملية التعديل، واتكبرت بعد التعديل ودخلناها على الهوائي وحولناها من إشارة كهربية إلى إشارة كهرومغناطيسية. احنا لما نبعت الإشارة الكهرومغناطيسية دي لأجهزة استقبال، أول حاجة هتصطدم بيها، هتقابلها الإشارة في أجهزة الاستقبال الهوائي، اللي هو هوائي الاستقبال، يبتدي يحول الإشارة دي من كهرومغناطيسية إلى كهربية. هنبتدي نرجع مراحل بقى عكسية. ركز كويس أوي في الكلام اللي بقوله، لأن الكلام ده مهم جدا، لأن هو ده اللي هيعرفنا الهيكل الأساسي أو الرسم التخطيطي لأجهزة الاستقبال. خلي بالك، إرسال ميكروفون حول الصوت لإشارة كهربية، موديليشن تعديل أهو، تكبير، وبعدين أحولها من كهربية لكهرومغناطيسية عن طريق هواء الإرسال. استقبال هياخد بقى مين؟ ياخد الإشارة الكهرومغناطيسية، ياخدها هواء الاستقبال، يحولها من كهرومغناطيسية لكهربية، وبعدين يكبرها، وبعدين يعمل لها عمليه الكشف اللي بيفصل الموجه الحامله عن المحموله، وبعدين ياخد الاشاره دي بعد الكشف يدخلها على مرحله التكبير تاني، وبعدين على السماعه عشان تتحول من اشاره كهربيه الى اشاره صوتيه مسموعه. يبقى ده الهدف من مين؟ من السماعه نفسها، تحويل الاشاره الكهربيه الى اشاره صوتيه مسموعه، سواء كانت الإشارة طبعا معبرة عن مين؟ عن الكلام أو عن الموسيقى. طيب، السماعة دي نفسها زي ما اتكلمنا عن الميكروفونات فيها أنواع؟ في أنواع، وهنتكلم على الأنواع بتاعتها، بس الأول نشوف السبيكرز أو السماعات، ونشوف الهدف الأول وفايدة السماعة أو الغرض منها أو الهدف منها، نشوف الأول هي إيه، وبعدين نتكلم على أنواع السماعات. نشوف الكلام ده على الشاشة. السبيكرز أو السماعات. السماعات اللي هي السبيكرز، اللي هي زي ما احنا قلنا في منها عدة أنواع. تعال نشوف الأول بس الهدف أو الغرض من السماعة أو وظيفة السماعة نفسها. السماعة هتعمل إيه السماعة؟ زي ما احنا قلنا، هتحول الإشارة الكهربية، الإشارة الكهربية اللي بتعبر عن الصوت أو الموسيقى، إلى إشارة، بالظبط إشارة صوتية. أهي السماعة هي عبارة عن وسيط يقوم بتحويل الجهود الكهربية المتغيرة، اللي هي الإشارة مين؟ الكهربية، إلى الاهتزازات الهوائية، اللي هي الإشارة مين؟ الصوتية. يعني حولت لي الإشارة الكهربية إلى إشارة صوتية. الإشارة دي بتبقى معبرة عن مين؟ تمام، معبرة عن الموسيقى أو الكلام. الموسيقى أو مين؟ أو الكلام. طيب، تعال نشوف أنواع السماعات.
خلي بالك بقى معايا، انواع السماعات عندنا بتتقسم على حسب تركيب السماعة. خلي بالك كويس قوي معايا وركز كويس قوي معايا. زي ما احنا قلنا قبل كده في انواع الميكروفونات، لو تفتكر قلنا كل نوع ميكروفون كان بيتسمى باسم المادة اللي داخل الميكروفون اللي بتحول الإشارة، خلي بالك، الصوتية إلى إشارة كهربية. هفكرك عشان ما تنساش، كنا بنقول في ميكروفون اسمه ميكروفون كربوني، وقلت لك ساعتها إن اللي بيحول الصوت لإشارة كهربية الحبيبات الكربونية، أو بيتم عن طريق تحويل الصوت لإشارة كهربية. الميكروفون الديناميكي اللي هو ذو الملف المتحرك، وركز كويس قوي في الميكروفون الديناميكي ده، لان ساعه ما شرحنا الميكروفون الديناميكي في الحلقه السابقه قلت لك ايه؟ قلت لك في سماعه عندنا اسمها سماعه ديناميكيه، هنرجع لها. انما برضو قلت لك اللي هيحول الصوت او بيتم تحويل الصوت الى اشاره كهربيه بواسطه الملف اللي هو الحركه الديناميكيه بتاعت الملف. عظيم. ميكروفون بعد كده كان مين؟ السعوي، قلنا عن طريق مكثف موجود داخل الملف. قلنا بعد كده عن طريق مين؟ عن طريق الشريط اللي هو الريبون مايكروفون، اللي هو عن طريق الميكروفون الشريطي. كل ده قلناه. يبقى اذا الميكروفون البلوري، يبقى اللي بيحول الصوت لاشاره كهربائيه كانت البلوره الكاليستر. ركز كويس قوي في انواع الميكروفونات. احنا هنتكلم النهارده على نوعين من انواع السبيكرز او السماعات على حسب تركيبها برضو. السماعه الديناميكيه، ديناميكية يعني حركه. الله، ده كان في كان في ميكروفون اسمه ميكروفون الديناميكي، صح؟ سميناه اسم تاني واحنا بنشرح، قلت لك يا اما الميكروفون الديناميكي يا اما ايه، صح، يا اما الموفينج كويل مايكروفون، ميكروفون الملف المتحرك. اهو في بقى سماعه عندنا اسمها السماعه الديناميكيه. السماعه الديناميكيه، الله. طب السماعة الديناميكية زي الميكروفون الديناميكي بالظبط، بس طريقة العمل عكسية. ازاي؟ الميكروفون كنت بتكلم قدام منه زي المايك، يبتدي يحرك الملف داخل المجال المغناطيسي فينشأ على طرفين الملف قوة دافعة كهربية أو إشارة كهربية، ده الميكروفون. طب السماعة اللي بيحصل فيها نفس التركيب برضو، فيها ملف وفيها مجال مغناطيسي. شوف الميكروفون كان داخل له صوت، حرك الملف، نشأ على أطراف الملف قوة دفع كهربية. طب لو أنا جبت القوة الدفع الكهربية دي ودخلتها على أطراف الملف، طب ما هيتحرك لأنه داخل مجال مغناطيسي. الحركة دي بتعمل اهتزازات ميكانيكية وتحرك الرق، الرق ده نتيجة الحركة دي بيصدر الأصوات أو بتبقى موجات صوتية. إذن نظرية العمل بين السماعة الديناميكية وبين الملف الديناميكي نظرية عكسية. النوع الثاني، هنقول الكلام ده طبعا بالتفصيل، النوع الثاني في السماعات هو السماعة البلورية اللي هي الكريستالية، زي ما خدنا الميكروفون البلوري. نفتكر الميكروفون البلوري قلنا عبارة عن كريستالة. الكريستالة دي لما اتكلم قدام منها هيحصل فيها تضاغط وتخلخل، ونتيجة التضاغط والتباعد ده هينشأ على طرفيها قوة دفع كهربية. طب لو انا دخلت عليها قوة دفع كهربية هينشأ فيها حركة، الحركة دي هتنتج عليها ايه؟ الصوت. انا كده اديك فكرة بسيطة على النوعين اللي هتكلم عنهم، احنا هنقولهم بالتفصيل، اللي هي السماعة الديناميكية والسماعة البلورية. على فكرة السماعة الديناميكية برضو اسمها الموفينج كويل سبيكرز، موفينج كويل سبيكر. تعال نشوف الأنواع دي ونشوف بنتكلم عليها ازاي. أنواع السماعات نشوفها كده على الشاشة. توجد عدة أنواع من السماعات، كذا نوع يعني. ايه هما الانواع دي؟ اول نوع السماعه، بص خلي بالك بقى معايا، السماعه الديناميكيه.
السماعة ايه؟ الديناميكية، شايف؟ ذات الملف المتحرك. ذات مين؟ الملف المتحرك. عظيم. يبقى في ملف هيتحرك وداخلها. برضو كان في ميكروفون الديناميكي اللي هو برضو الموفينج كويل او الملف المتحرك. النوع الثاني السماعه البلوريه اللي هي الكريستاليه. تعال شوف كل نوع بقى هنتكلم عليه لوحده. اولا السماعه الديناميكيه، نشوف كده التركيب بتاعها، تركيب السماعه الديناميكيه. خلي بالك بقى معايا، قبل كده قلنا في بدايه الحلقات، تاني بكررها كل حلقه، لو انت فهمت جزء وفهمته كويس هيساعدك في فهم اجزاء كتير تاني، ودايما بقولها. طب انا الجزء اللي حضرتك بتتكلم عليه دلوقتي يا استاذ، انا بتكلم على السماعه الديناميكيه، ايه علاقتها بقى بالجزء اللي انا فهمته؟ لو انت فهمت الميكروفون الديناميكي هتفهم السماعه الديناميكيه، لان هي نظريه عكسيه، مش في حقيقه قائله قلناها زمان او في الحلقه السابقه، لو اتحرك موصل، والموصل ده احنا عندنا الملف عشان كده سميناه الموفون كويل او الملف المتحرك، اتحرك ملف داخل مجال مغناطيسي بينشأ على اطرافه قوه دفعه كهربيه، سواء حركت الملف او حركت المجال ده في الميكروفون. طب المقوله دي او النظريه دي هستفاد بيها ايه في السماعه؟ طب لو انا دخلت جهد كهربي في الملف، الملف ده لما يمشي فيه تيار كهربي ناتج من الجهد الكهربي، مش هيمشي فيه تيار، هيمشي فيه تيار، ملفه هيمشي فيه تيار، ينشأ على الملف ايه؟ صح، مجال مغناطيسي، هيتولد مجال مغناطيسي، تيار مشي في ملف. طب ما انا عندي مجال مغناطيسي جاي من المغناطيس نفسه اللي كان الملف موضوع جواه، ومجال مغناطيسي ناتج من مرور التيار الكهربي في الملف، اصبح عندي كام مجال؟ مجالين. النتيجه بتاعت محصله المجالين دول اللي هو المجال المغناطيسي اللي ناتج من الملف، من مرور التيار في الملف، ومجال المغناطيسي اللي ناتج من المغناطيس الثابت، المحصله بتاعتهم دول هتخلي الملف يتحرك. ولما يتحرك الملف نتيجه الحركه دي، الملف ده بيبقى متصل برئ او غشاء مرن، نتيجه حركه الملف ده هيبتدي يتحرك الغشاء، ونتيجه حركه الغشاء هسمع الاصوات او هتنتج الموجات الصوتيه. الكلام ده هنشوفه بالتفصيل، وهوريك حركه الرئ او الغشاء ده بالتفصيل، مجرد ان انا اوصل جهد على طرفين البطاريه، على جهد حتى من بطاريه على طرفين السماعه، هشوف الحركه بتاعت مين؟ الغشاء اللي هو بنسميه الديافريم. تعال نشوف الكلام ده. تركيب السماعه الديناميكيه ذات الملف المتحرك. بص بقى، خلي بالك معايا، فيها ايه السماعه دي؟ فيها الفويس كويل اهو. الله، ده احنا سمعنا عن الفويس كويل ده فين؟ في الميكروفون الديناميكي، صح؟ وفي دي دعامه خلفيه، وده الغشاء اللي هو الديافريم، وده مغناطيس، ودي دعامه بنسميها الايه؟ الجزء اللي هو خاص مرن، يعني بنسميه جزء مرن بيسمح بالاهتزاز بتاع مين؟ بتاع الغشاء، الجزء ده والجزء ده، وهنشوفه بالتفصيل. وده مغناطيس، الملف اللي هو مغناطيس اللي هو الجزء الخاص بالمغناطيس بتاع الساب. تعال نشوف بقى التركيب، مغناطيس ثابت او كهربي، ملف متحرك بنسميه الفويس كويل اللي هو ملف الصوت، وبيتصل طرفيه بخارج دائرة التكبير، يعني هو متوصل مع دائرة التكبير، خارج التكبير هو اللي رايح على السماعة، تكبير التردد الصوتي عن طريق محول اخراج، يعني بين السماعة، خلي بالك بقى معايا، وبين المكبر في ترانسفورمر او محول اخراج. وهقف هنا، خلي بالك بقى معايا الكلام، بالنسبة للإخراج آخر مرحلة قبل السماعة مباشرة بنسميها دائرة الأمبليفاير، باور أمبليفاير، مكبر قدرة، مكبر قدرة. ممكن مكبرات القدرة تكون دفع وجذب زي ما هنتكلم بعد كده، دفع وجذب عادي أو دفع وجذب التبوعي،
وممكن بتبقى عباره عن 2 ترانزستور والدفع وجهاز بتتابعه 3 ترانزستور، وممكن يكون دايره التكبير نفسها اي سي بتخرج على السماعه. طبعا لو انا عندي مكبر مرحله واحده يعني ترانزستور واحد او مكبر دفع وجذب، بيبقى في عندي المحول بتاع الاخراج بتاع الدفع والجذب، وده اللي بياخد الاشاره من المكبر ويوديها للسماعه. طيب انا استخدم الاي سي، يبقى على طول اخرج من الاي سي مباشره زي الاجهزه الحديثه كلها على مين؟ على السماعه. نرجع لشاشه تانية ونشوف برضو باقي التركيب بتاع السماعه الديناميكيه. نرجع للشاشه مره تانية. غشاء اللي هو بنسميه الدايافريم، او يعني بنسميه يعني ضعيف جدا، بحيث ان هو لو مجرد انه اهتز هيصدر الصوت، وده بيبقى منين؟ من الورق، وبيسمى رق السماعه، الرق نفسه. والكلام ده كله اللي هو مين؟ اللي هو الغشاء ده اهو. تعال شوف بقى الشكل بتاعي اهو. ده شكل، دي سماعه، ولو بصيت عليها كده هلاقي عندي ده الفريم بتاع السماعه اهو اللي هو ده، وبعدين الكون اللي هو الغشاء المخروطي اللي هو ده بنسميه الكون او الديافريم، وبعدين السبايدر الغشاء المرن اهو، الليد اللي هي دي الثنائيات الضوئيه اللي بتنور مع قوه الصوت اللي هي الليدز دي، فويس كويل هو ملف الصوت اللي هو ده اهو، الجزء اللي خاص بالبرايمري المغناطيس الابتدائي او المغناطيس الاساسي بتاعي اهو ثابت اهو. يبقى ده الشكل بتاع مين؟ بتاع السماعه الديناميكيه. احنا هنشوفها دلوقتي وهنشوفها عمليا وهي بتشتغل، وبنشوف برضو السبايدر ده الجزء اللي خاص بالمرن ده اللي هو بيهتز ويبتدي ياخد معاه الرق وتصدر عنه الاصوات. تعال نشوف بقى شكل تاني ليها اهو. كل دي اشكال للسماعه الديناميكيه. ماجنيتنج اللي هو المغناطيس اهو، كل ده الفورمه اللي هو اللي بنسميها الفورمه او القلب اللي بيتلف عليه الملف اهو، وادي الفويس كويل، وادي الفريم اللي هو الاطار خالص الاطار العمومي بتاع السماعه، الكون اللي هو الدايافريم اللي بنسميه الغشاء المخروطي، داست كاب اللي هو الغشاء الواقي، السبايدر اللي هو الغشاء المرن اهو، ودي الساوند ويف اللي هي الموجات الصوتيه. طبعا هنا بتخش الاشاره بتاعتي اللي خارجه من مين؟ من الامبليفاير او المكبر. ادي شكل برضو بيوريني تركيب السماعه الديناميكيه، ودي من يعني من قطاعين، يعني عاملين سيكشن اللي هو القطاع فيها بيبين لي التركيب بتاعها. ادي الديافريم كون غشاء مغروط اهو، وبعدين عندي السبايدر السراوند اللي هو المحيط بتاعها اهو، سبايدر اللي هو غشاء المرن، وادي الفويس كويل، وادي المغناطيس، وادي الباك بلات الحافه الخلفيه. تعال نشوف هنا برضو اهو، ده اللي هو بص خلي بالك معايا، ده اللي هو جاست كاب اللي هو الغشاء الواقي، وبعدين عندي هنا الكون اللي هو المخروط السراوند اللي هو المحيط، وبعدين عندي الفريم اللي هو بتاع الباسكت نفسه اللي هو الفريم الاساسي، وبعدين عندي السبايدر الغشاء المرن اهو، وبعدين عندي التيرمينال اللي هي الاطراف، وادي الفويس كويل اهو ملف الصوت، ودي طبعا الاجزاء بتاعه المغناطيس، الحافه الاماميه والحافه الخلفيه بتوع مين؟ بتوع المغناطيس. شوف شكل تاني ليها برضو يوضح لي التركيب بتاعها. كل ده عشان احنا جايبينه لك عشان الشكل بتاع التركيب او يوضح، يعني يوضح بدرجه عاليه جدا وما تبقاش نسيء ابدا، لان خلاص انا فهمت دلوقتي لازم يكون في مغناطيس، ولازم يكون في فويس كويل، ولازم يكون في الغشاء المرن، ولازم يكون في امبليفاير. يبقى انا عرفت الاساسيات بتاعت مين؟ السماعه الديناميكيه اهو. بص خلي بالك ده امبليفاير الالكتريك سيجنال تيرمينال الاطراف بتاعت الاشاره نفسها بتاعت الاشاره الكهربائيه. بص واصله فين؟ مع الملف، ملف مين؟ الفويس كويل، وادي المغناطيس، وادي البيبر كون اللي هو الغشاء الورقي. طب نشوف شكل تاني اهو، ده يوضح لي بقى اجزائها بوضوح كبير جدا. اول حاجه عندي بص كده، ده الغشاء المخروطي ده فريم اهو،
وبعدين عندي الغشاء الواقي داست كاب، وبعدين عندي الفويس كويل ملف الصوتي، وبعدين عندي المغناطيس، وبعدين الغشاء المرن اللي هو بيسميه سبايدر، وبعدين عندي اللي هو سسبنشن اللي هو مثبت الجزء التجويف المعدني، وبعدين ده المثبت بتاع المخروط في السماعه. وتيجي بعد كده عندي اطراف التوصيل او اسلاك التوصيل الخاصه بمين؟ بالسماعه. دي اجزاء السماعه الديناميكيه. تعال نشوف بقى هنا طريقه عمل السماعه الديناميكيه اللي هي ذات الملف المتحرك. افتكر تاني لو انا فاهم شرح طريقة عمل الميكروفون الديناميكي مش هتعب خالص في السماعة الديناميكية. عملية عكسية، الميكروفون كنت بتكلم قدام منه، نتيجة الحركة بتاعة الميكروفون دي هيحرك الملف اللي جوه الميكروفون الديناميكي، هيحرك الملف، الملف موجود داخل مجال مغناطيسي هينشأ على الملف قوة دافعة كهربية أو جهد كهربي متغير على حسب الصوت. ده كان في الميكروفون. طب ما تيجي نعملها بالعكس، انا هحط جهد كهربي بتاع الاشاره الصوتيه اللي خارجه من الامبليفاير المكبر، دخلت على السماعه، دخلت على السماعه عن طريق محول او دخلت مباشره، يبقى هتخش على اطراف السماعه. اطراف السماعه دي اللي هي متصله بمين؟ بالملف. يبقى طرفين اللي انا داخل على السماعه في السماعه الديناميكيه، الطرفين اللي داخل عليهم داخل على السماعه، انا واصل بالاطراف بتاعت مين؟ الملف اللي جوه السماعه. تخش الإشارة الكهربية، هيمر تيار كهربي في الملف هينشأ عنه مجال مغناطيسي، مجال المغناطيسي ده ناتج نتيجة مرور التيار الكهربي في الملف، وأنا عندي مجال تاني نتيجة المغناطيس الثابت. محصلة المجالين يحركوا الملف، والملف ده متصل بمين؟ بالرئة أو الغشاء، هيبتدي يتحرك الغشاء وتصدر مين؟ الإشارة الصوتية أو الموجات الصوتية أو الصوت. تعال نشوف الكلام ده. طريقة عمل السماعة الديناميكية ذات الملف المتحرك. بص بقى، تتوقف طريقة عمل السماعة الديناميكية على عكس الحقيقة القائلة، عكسها بقى اللي احنا قلناها فين؟ في الميكروفون الديناميكي. الحقيقة القائلة أنه إذا تحرك موصل اللي هو الملف داخل مجال مغناطيسي تولدت على طرفيه قوة دافعة كهربية بالتأثير، سواء تحرك الملف أو المجال، أي أنه إذا تم توصيل قوة دافعة كهربية، العكس بقى أهو، شايف؟ قوة دافعة كهربية على طرفي الملف داخل مجال مغناطيسي ينتج عن ذلك حركة الملف. ليه اتحرك؟ ليه؟ عشان المجال المغناطيسي اللي نتج داخل الملف نتيجة مرور التيار الكهربي، والمغناطيس نفسه الثابت، لذلك حركة الملف ونتيجة هذه الحركة يحدث الصوت. يحدث مين؟ الصوت. تعال نشوف الكلام ده بالتفصيل. بص خلي بالك معايا، مرة فاتت في الميكروفون شفنا الشكل ده في الميكروفون الديناميكي، قلت لك بقى موجات صوتية دخلت على الملف، طبعا اللي حصل الموجات دي حركت الملف اهو فوق وتحت، نتج على الملف قوة دفعة كهربية وشفتها بالقوي بالمؤشر ده. طب لو انا بقى العكس، هحط اشاره كهربيه هنا، وصلت على الملف، نتيجه الملف ايه اللي مرور التيار الكهربي في الملف هيعمل مجال مغناطيسي. طب ما انا عندي مجال مغناطيسي تاني ثابت، المحصله بتاعت المجالين دول هي اللي هتحرك الملف، ونتيجه حركه الملف بيصدر مين؟ الصوت. نشوف الكلام. عندما يمر طريقه العمل اهو، عندما يمر التيار الكهربي المعبر عن الصوت اللي هو جاي منين؟ جاي من الامبليفاير المكبر في ملف السماعه، يتولد حوله مجال مغناطيسي متغير. جه تيار كهربي دخل على الملف بتاع السماعه عمل مجال مغناطيسي متغير. يتقاطع هذا المجال المغناطيسي المتغير مع المجال المغناطيسي الثابت بتاع مين؟ بتاع المغناطيس. المجال المغناطيسي الثابت من المغناطيس الدائم اللي هو الاساس اللي عندي. المحصله بتاعت الاثنين دول هتحرك الملف. محصلة هذين المجالين ينشأ عنها تحريك الملف المتصل معه رق السماعة الغشاء يعني، الذي يتحرك أيضا فيحدث اهتزازات في الهواء
المحيط بالسماعة ينتج عنها الصوت، بذلك يكون قد تم تحويل الجهد الكهربي اللي هي الإشارة الكهربية اللي اتكلمنا عليها داخل السماعة إلى موجات صوتية. يبقى ده الكلام بتاع طريقة عمل مين؟ السماعة الديناميكية. تعال نشوف بقى كده أهو، بص خلي بالك بقى معايا، جهد كهربي أهو مر في الملف عمل مجال مغناطيسي، المجال المغناطيسي نتيجة المجال المغناطيسي الثابت بتاع المغناطيس بتاعي، والمغناطيسي اللي هو مر نتيجة مرور التيار الكهربي في الملف حمل خلى فيه حركة في الملف، لما اتحرك الملف حرك معاه الغشاء ونتج الصوت. هنشوفها بطريقة برضو أفضل من كده توضح لي الكلام ده. أهو أدي الأمبليفاير اللي هو المكبر، ودي إشارة كهربية أهي متغيرة خارجة من المكبر، إشارة كهربية معبرة عن الصوت. تخش على الملف بتاع السماعة أهو، تعمل المجال المغناطيسي بتاع السماعة، ولا عندي مجال مغناطيسي نتيجة المغناطيس الثابت، يبتدي بص الملف بيتحرك أهو، شايف الغشاء اللي حصل له رايح جاي، الحركة دي والخلخلة في الهواء هي اللي بينتج عنها الصوت. السبايدر اللي كلمتك عليه أهو اللي هو الجزء المرن، وهنشوفها برضه توضح لنا بطريقة تاني. اهي بص خلي بالك معايا، بص لما موصل التيار الكهربي ايه اللي هيحصل؟ بص مجال المغناطيسي، شوف الرئة بيتحرك ازاي، شايف القلب بتاع السماعه كده، الرئة داخل خارج وبينتج نتيجه الدخول والخروج او الحركه دي اللي هو الصوت. تعال نشوف برضه شكل تاني يوضح لي الموفن كويل سبيكر ازاي بتشتغل. الموفن كويل سبيكر عشان تشتغل خلي بالك بقى معايا، دي بتبص نلاقي في جزء معين، نشوف برضو على الشاشة الجزء ده، الموفينج كويل لاود سبيكر اهي السماعة، هتوضح بقى معايا الجزء بتاعها جزء وجزء. خلي بالك معايا، موفينج كويل لاود سبيكر اهي اول حاجة بتركبها، بص ده المغناطيس الاساسي بتاعك، وده الفويس كويل، وده الدايفريم اللي هو الغشاء. بص بقى هنشوف ده الفويس كويل اهو، الملف اهو موجود داخل مجال المغناطيس، وادي المغناطيس، وادي الدايفريم اللي هو الغشاء او الرئ اللي احنا بنقول عليه بيتحرك مع الاشاره الصوتيه. لما تبقى بص هوصل الاشاره الصوتيه اهي، بتبتدي بقى تحرك الملف وتبتدي الجزء ده اللي هو ينتج عنه الصوت نتيجه حركه الملف داخل المجال المغناطيسي. ومين اللي حرك الملف؟ الاشاره الكهربيه اللي هي معبره عن الصوت. تعال بقى نشوف جزء تاني اللي هو خاص بمين؟ بإزاي؟ ركز بقى معايا، عايزين نشوف أنا أختبر السماعات الديناميكية دي إزاي؟ أختبرها إزاي؟ ركز بقى معايا، عشان أختبر السماعات الديناميكية أو شوف الشرح العملي بتاعها، الشرح العملي مع اختبارها. اولا عشان تبقى فاهم، السماعه الديناميكيه اساس شغلها هو الفويس كويل، ملف الصوت، ملف الصوت، ملف الصوت ده لو حصل فيه اي خلل، وطبعا الملف عندنا ملوش الا احتمال واحد في الخلل بتاعه، احتمال واحد انه يتقطع الملف ده، اصل هو لو بقى يعني هو سلك ما اقدرش اقول هيبقى شورت الا لما يتضغط كله على بعضه، يعني كأن بالظبط كده يسيح ويبقى كتلة واحدة، صعب. إنما المشكلة كلها إن السماعة لو وقعت أو جهاز الاستقبال برضه لو وقع ممكن يحصل شرخ في البرنتد، وممكن برضه الملف ده يحصل له قطع. طب لو حصل قطع في الملف ودخلت عليه إشارة كهربية، ولا في مجال ولا في أي حاجة، خلاص. طب الملف ده في طريقة إن أنا أختبره بيها؟ ده انت هو اساس اختبار السماعه باختبار الملف. تعال نشوف الجزء ده الاول اللي هنتكلم عليه، وبعد كده نشوف اختبار السماعات ازاي بيتم. نشوف الكلام ده على الشاشه، الشرح العملي لتركيب وطريقه عمل السماعه الديناميكيه ذات الملف المتحرك. بص خلي بالك بقى معايا، هنشوف دلوقتي الاجزاء دي بتاعتها جزء جزء، انا حاطط اشاره صوتيه، شوف الغشاء ايه بيحصل له اهو، هنشوفها جزء جزء
ونبتدي نشوف كل جزء عندنا اللي احنا اتكلمنا عليه بالتفصيل. شايف الغشاء اهو باين خالص، عمال يتحرك اهو. بلا بص، اول حاجه عند الفريم اهو اللي هو الاطار نفسه، وبعدين ظهر عندي بقى الجزء الثاني اللي هو الفويس كويل فورمر، القلب اللي انا بلف عليه الفويس كويل، او بلف عليه او بحط عليه الملف الصوتي، القلب. طيب نشوف بعد كده الفويس كويل اللي هو باللون الاحمر ده اهو، وبعدين يفضل عندي بقى في عندي الجزء الخاص بالمغناطيس ده اللي هو الريبر سراوند او المحيط المطاطي اهو، كل ده محيط مطاطي. وبعدين عندي الكون اللي هو الغشاء المخروطي اللي هو كلفن كور كون. وبعدين اخش بقى على مين؟ على السبايدر، الغشاء المرن اهو، هو ده اللي بيسمح بحركة مين؟ الرئة او الديافريم اهو. ده داست كفر اللي هو الغشاء الواقي، كل ده شفناه في التركيب في الرسمة. وبعدين عندي الحافة الأمامية بتاعة المغناطيس، وعندي المغناطيس، وبعد كده الحافة الخلفية لمين؟ للمغناطيس. ده الشكل، وادي الإشارة السيجنال أهي، هتبتدي تخش وتخرج على حسب الإشارة الكهربائية اللي بينتج عنها مين؟ الصوت. هنشوف دلوقتي اختبار السماعة الديناميكية ذات الملف المتحرك عمليا باستخدام الافوميتر. خلي بالك بقى معايا، السماعه الديناميكيه دايما لما نيجي نمسك سماعه نطلعها بره الجهاز ونبص على ظهر السماعه كده على الجزء الخاص بالمغناطيس بتاعها، بنلاقي فيه بيانات مكتوبه. في ايه؟ بيانات مكتوبه على مين؟ على السماعه. ايه اللي يهمني في البيانات دي؟ احنا قبل كده كنا مثلا نقيس مقاومة، نقيس مكثف، نقيس ترانزستور. طب نقيس مقاومة عارفين قيمتها، يعني نقيس مكثف عارفين قيمته، ده الجزء كله. نقيس ملف ونقف هنا، لازم يكون عارفين قيمته. ملف بيتقاس بالهنري، بس هنا في السماعات بنكتب قيمة مقاومة الملف نفسه، مقاومة الملف نفسه مش بس كده، وبنكتب قدرة السماعة. يعني دايما على السماعة في رقمين بيتكتبوا في غاية الأهمية، في غاية الأهمية. أول حاجة قيمة الملف بتاع السماعة دي بالأوم، اللي احنا بنقول قيمة السماعة بالأوم، قيمتها قد إيه، المقاومة بتاعتها. وبنقيس قدرة السماعة بالواط، قوة الصوت بتاعتها، قوة الصوت بتاعتها. فعشان قبل ما اختبر سماعه لازم اروح اشوف انا هختبر ايه. طب ده ملف، اول حاجه عندي القدره بتاعتها، خلي بالك القدره بتاعتها اللي هي قوه الصوت. طب الملف لو في حاجه، لو تالف الملف ده، هيبقى في عنده قدره ولا قدره ولا اي حاجه ولا صوت خالص نهائي. ده هو اساس شغل السماعه الديناميكيه، الملف المتحرك. طب انا دلوقتي مطلوب مني ان انا اختبر سماعه ديناميكيه، اختبر ايه بالظبط؟ اختبر الملف نفسه، مقاومه الملف، مقاومه الملف، مقاومه الملف. بجيب جهاز الافو بتاعي او المالت ميتر بتاعي، ايا ده او ده، المالت ميتر الجهاز متعدد، في سعة مكثفات، وفي بقيس بتردد، وفي بقيس جهد مستمر ومتغير، وتيار مستمر ومتغير، وقيس باللدات، كل ده موجود، وقيس معامل التكبير بتاع الترانزستور اللي هو اتش اف اي، كل ده موجود في اجهزه القياس. انا يهمني ايه وانا بختبر السماعه؟ يهمني ان انا هختبر السماعه دي على تدريج الاوم، على تدريج مين؟ الاوم نفسه. هروح جايب الافوميتر بتاعي، واللي مكتوب على السماعة مثلا 8 اوم زي ما هنشوف. ما اظبطش الافو على 8 اوم او على 5 اوم او لا لا لا، اظبطه على قيمة اكبر. يعني السماعة دي عندي 8، يبقى يخليه 12 او 10 اوم او 20، على حسب التدريج اللي عندي في مين؟
في الجهاز بتاعك. طيب تعال نشوف الكلام ده بيتم ازاي، ويتم خطوه خطوه. بس لاحظ ان انا لو قست بالاوم عندي 8 اوم، ركز كويس قوي في الجمله اللي هقولها لك دي. المقاومه 8 اوم بتاعت السماعه، وانا جيت قست لقيت ال 8 دي 9.5 اوم. هل الكلام ده معنى كده ان الملف ده او السماعه دي تالفه؟ ابدا، مظبوطه وشغاله، لان في نسبه خطا في القياس. بس خلي بالك بقى ليه انا بقول لك مظبوطه وشغاله. هو الاحتمال الوحيد اللي بنسبه 99.9 ان الملف ده في العطل، يعني انه يكون مقطوع من الداخل، مفصول عن بعضه. فلو هو مفصول عن بعضه مش هيديني اوم خالص، هيديني اوبن لوب، يعني دايره مفتوحه، مش هيقيس خالص. انما طالما قاس اوم هو 5، اداني 6، اداني 7، لا يبقى الملف ده واصل وسليم، واصل وسليم. مش بس كده، ادي طريقه هنشرح الاول الطريقه دي، وبعد كده نرجع للطريقه الثانيه اللي هي عن طريق مين؟ البطاريه اللي بختبر بيها السماعه. تعال نشوف بس الاول الطريقه دي باستخدام الافو، ازاي اختبر السماعه الديناميكيه باستخدام الافوميتر. نشوف الكلام ده على الشاشه. اختبار السماعه الديناميكيه ذات الملف المتحرك عمليا باستخدام مين؟ الافوميتر. ادي عندي مجموعه سماعات اهي. المجموعه دي هم 4 سماعات. هنشوف كل اللي مكتوب على ظهر كل سماعه ايه بالظبط، والقيم اللي انا قلت لك عليها اللي هي بالاوم، والواط اللي هي مقاومه السماعه، والقدره بتاعت السماعه. دي اشكال مختلفه من السماعات، ودايما زي ما انا قلت لك القيم بتبقى مكتوبه على الظهر على المغناطيس نفسه. هبص كده، دي مجموعه طبعا اشكال مختلفه على حسب وضعها في الجهاز، يعني الشكل المستطيل او الشكل الدائري او الشكل البيضاوي، كل دي اشكال سماعات على حسب الجهاز او حسب استخدامها في الجهاز بتاعها ومكانها فين في الجهاز. لو انا بصيت كده دي مقاومه برضو اهي، بص نشوف كل عليه قيم، كل دي عليها قيم مكتوبه القيم دي، هنقرب منها ونشوفها. ادي اول واحده اهي 8 واط 8 اوم اهي، 8 واط قدرتها 8 واط، والاوم بتاعها 8، يبقى لازم اختبر السماعه دي على الافو واشوفها 8 اوم. زي ما قلت لك مش لازم 8، ممكن تبقى 9 9.5، يبقى ده دليل على ان الملف ده سليم وشغال اهو. يبقى دي سماعه 8 اوم 8 واط. شوف السماعه دي، ودي برضو 8 اوم 12 واط، بس صغيره كده وهحاول اكبرها لك اهي، 8 اوم 12 واط اهي اهي. طيب عظيم. تعالى بقى نشوف برضو، يعني هبقى هقرب لك الاول اهي 12 واط اهي، ودي 8 اوم اهي. يبقى دي برضو ان هو قيمه القدره بتاعتها بالواط، وقيمه الايه المقاومه بتاعت السماعه بمين؟ بالاوم. طيب الكلام ده كلام كويس جدا. وبرضو هنشوف نوع تاني. النوع التاني اهو 8 اوم 8 واط اهي، باينه خالص 8 اوم 8 واط، اللي هي السماعه اللي هي شكل البيضاوي اهي. برضو هنشوف نوع اخر اهو، دي 8 اوم ودي برضو 8 واط. يبقى شفتهم الاثنين القيم بتاعتهم. شوف السماعه الثانيه دي، دي على فكره دي 3 واط، خلي بالك معايا، بس هنا دي 4، بس بص ممسوحه شويه 4 اوم. دي كام؟ 4 اوم. وكل الكلام ده هيبان معانا في ايه؟ في عمليه القياس بتاعتنا. يبقى كده لما اشوفها برضو بحاول، انا جبت دي مخصوص عشان لو اي واحد شافها دلوقتي يقول لك 1 اوم، لا لازم اركز كويس واشوف الواحد ده مكتوب صح ولا اساسا كان رقم تاني وممسوح، ولو انا مش عارفه هقيسه بالاوم بس. يبقى ده الكلام بتاع مين؟ السماعه اللي هي 4 اوم 3 واط، دي القدره بتاعتي. هيبتدي بقى نختبر. عشان اختبر لازم اقول لك عندي افوميتر، وهظبطه على مين؟ على الاوم اهو. ادي الافوميتر اهو، ظبطه على كمان على ال 200،
طبعا هنا الاطراف بتاعت الابو وظابطها على الام، هبتدي بقى اخد القيم بتاعتنا اقيس بقى ده اللي احنا قلنا اربعة، والرقم ده ممسوح، قلنا واحد ده اساسا فيه خلابيش كده تعبيتني ان هو اربعة اوم. قاس كام؟ قاس خمسة وثمانية، خمسة ونص، ولو سبته هيبتدي، لو مثبته هيبتدي يقل، يبقى دي سليمة، السماعة دي سليمة، الام كده سليم والملف كده مظبوط شغال يعني واصل مع بعضه. هقيس التانية اهو، بص دي كام اللي كانت 8 اوم، 9 اهي جايبه 9 مظبوط. نشوف دي جايبه برضو كانت 8 اوم، نشوف كده جابت كام، 9، 9 و1 من 10 9، يبقى مظبوطه برضو. يبقى كده اختبرت السماعات دي كلها. النوع الاخير اهو برضو 8 اوم اهو، تمام، جاب لي كام؟ ابتدي بقى بثبت بالطرفين طبعا 9 و2 من 10. يبقى اذا انا جبت دلوقتي كده عرفت ان السماعات دي كلها سليمه. دي طريقه. نشوف بقى كده زي ما قلت لك اهو، ده هو جاب زي ما قلت لك كده اللي هي ال 8 اوم دي، الاربعه جاب لي، جايبه لي كام؟ 5 و8 من 10. تعالى بقى نشوف طريقه تاني باستخدام مين؟ اختبار السماعة الديناميكية ذات الملف المتحرك عمليا باستخدام الافوميتر والبطارية. الله، ده احنا لسه متكلمين على مين؟ ان انا اختبر السماعة الديناميكية باستخدام الافوميتر. ايه حكاية البطارية دي بقى؟ بالافوميتر هبتدي اقيس على اطراف الملف، قاس معايا واداني قيمة، يعني زي ما احنا قلنا كده 8 اوم جاب لي 8، جاب لي 9 اوم مظبوط. ازاي اختبر بقى بالبطارية؟ خلي بالك بقى معايا في طريقة، ان احنا ركز كويس قوي معايا، ان انا ممكن اظبط على الاوم، اظبط الافو على الاوم، وابتدي المس مجرد ان انا هوصل، بس ركز كويس قوي في الكلام ده، دي في الحياة العملية بقى، الحاجات اللي ملموسة في الحياة، مجرد ان انا كده انا ظابط الافو على الاوم، يعني موصل للبطارية بتاعت مين؟ بتاع جهاز الافو. فلما اجي اوصل الطرفين بتوع الافو وانا ظابطه على الاوم، وابتدي احطهم على الطرفين بتوع الملف، لو انا سمعت صوت طقطقه في السماعه يبقى دي سليمه. ركز كويس قوي في الكلام ده، ودي الحياه العمليه اللي احنا بنشتغل بيها. يعني انا لما اجي اختبر السماعه، اول حاجه اختبر جهاز استقبال ما بيطلعش صوت، اول حاجه اروح حاطط الطرفين الافو كده على السماعه وموصله على الام، يعني ظابط الاف على الام، واعمل كده بايدي، سمعت طقطقه ابتدي انقل على المرحله اللي قبليها للمكبر، وهكذا، وبفحص من الخارج للداخل. اذا انا لو مسكت حجر بطاريه ووصلته على اطراف السماعه، هسمع الطقطقه دي واشوف الرق وهو بيهتز. دي طريقه غير طريقه الافو. الافو بقيس الاوم، وفي نفس الوقت طريقه تاني بالافو برضه بطريقه غير مباشره، كاني بوصل البطاريه بتاعت الافو لما اظبطه على الاوم ولمس على اطراف، اسمع صوت الطقطقه دي واشوف برضه الرق. ما تيجي نشوف الكلام ده ونطبقه على سماعه سليمه وسماعه تالفه، ونشوف الفرق اللي انا هلاحظه ايه. تعال نشوف الكلام ده. اختبار السماعه الديناميكيه ذات الملف المتحرك عمليا باستخدام الافو ميتر والبطارية. بص خلي بالك بقى معايا، دي سماعة، هنشوف بقى دلوقتي اطرافها، وابتدي اشوف الام بتاعها، وابتدي اختبرها بالافو، واختبرها بمين؟ بالبطارية. ده الرق اللي، وده الغشاء طبعا الواقي، وادي الاطراف بتاعتنا بتاعت الفويس كويل، الملف بتاع السماعة، ادي الافو بتاعي ظبطته، اشوف اداني مقاومه ولا ما ادانيش، ما ادانيش حاجه خالص، اوبن لو، اوبن لو يعني دايره مفتوحه اهي. خلي بالك انا عمال حطيت، وخلي بالك مش مجرد ان انا حطيت الطرفين، ركز معايا بقى في النقطه دي، مش مجرد ان انا حطيت الطرفين على الملف ولقيت الجهاز ما بيقراش يبقى خلاص يبقى السماعه دي، لا 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 لا، لازم احرك الاطراف بتاعه الافو على السماعه نفسها، على الاطراف نفسها، ممكن تكون مأكسدة، ممكن يكون طبقة
تراب مع الرطوبة بقت عازلة، فابتدي احرك سن الطرفين بتوع الافو على مين؟ على السماعة. وده اللي انا عملته دلوقتي قدام منكم. تعال نرجع مرة تانية ونشوف ايه اللي برضه اللي اختبره لما شفت الاوبن ايه اللي حصل في السماعة دي. تعال نشوف الكلام ده على الشاشة اهو. بحاول برضه زي ما قلت لك كده، يبقى اذا القيمة اللي على بتاعت الام دي ما جابتش خالص هنا. السماعة دي تالفة، ما قالتليش حاجة خالص. تعال نشوف واحدة غيرها. ادي الافو برضو، بص كده اللي حصل. ايوه تمام، اراه 6.7، اذا يبقى دي 7 او 8 اوم، يبقى دي كده تمام صح. ودي مقاومه على فكره، مقاومتها 8 اوم. هنيجي بقى نحط السماعه دي واوصل معاها طرف البطاريه اهو. بص كده لاحظ معايا، بص كده مفيش طقطقه. اقول ايه بقى؟ ممكن اعكس الطرفين اهم. تمام، بص كده مفيش اي حاجه خالص. ليه بقى؟ لان السماعه دي تالفه. طب لو اجيب سماعه سليمه وهوصل عليها بقى، بص ايه اللي هيحصل هنا. بص عينك على الرق ده، عينك على الغشاء ده بقى. بص في حركه اهي، والحركه دي بيكون معاها ايه؟ الطقطقه. اذا انا عرفت دلوقتي اختبر ازاي السماعه. طيب خلي بالك بقى معايا قبل ما نخش في السماعه البلوريه، اللي انا عرفته ايه دلوقتي على السماعه الديناميكيه؟ عرفت تركيبها، وعرفت نظريه عملها، وعرفت اختبرها ازاي. طب عظيم، خلي بالك بقى معايا، السماعه الديناميكيه او اي سماعه، ركز كويس قوي في الكلام اللي هقوله. انا لما يجيني جهاز استقبال اذاعي ما فيهوش صوت، يبقى خلاص الجهاز ده مش شغال. اول حاجه اختبرها ايه؟ ركز كويس قوي في الخطوات دي، لان الخطوات اللي بنقولها البسيطه دي بنطبقها على جهاز راديو صغير قد كده، صغير جدا، والخطوات دي تتطبق على اكبر جهاز الكتروني في الصيانه. الله، هو اللي بيتطبق على جهاز الراديو يتطبق على الشاشه ال سي دي وال اي دي؟ ايوه، الخطوات الاساسيه. اول خطوه لما يجيني جهاز قاطع ما بيطلعش صوت خالص، جهاز تلفزيون ما بيطلعش صوت ولا صوره، بنسميه احنا الجهاز ديد يعني ميت. خلينا في الجهاز الاذاعي دلوقتي. اول خطوه اعملها ايه؟ الجهاز مش بيطلع صوت، اروح فاتح ومختبر السماعه ومختبر الترانزستورات ومختبر كل ده خطا، كل ده خطا. اول خطوه عندي لازم الاول اشوف البطاريه شغاله ولا مش شغاله، اطراف البطاريه اللي واصله بتغذي الجهاز واصله بالجهاز ولا لا من الداخل. ما يمكن الجهاز ده وقع وحصل شرخ في البرنتد، والجزء بتاع الجهد بتاع الدي سي اتفصل نتيجه الوقعه دي، مفيش بطاريه. هروح اغير سماعه واغير ترانزستورات واغير اي سي وكل ده سليم. يبقى اول حاجه اشوف جهد التشغيل، البطاريات واصله للدايره كلها ولا مش واصله. ده دي اول خطوه.